السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في يوم ربيعي من ايام ابريل من العام 85-900 كان المقاول المراكشي سمير المعتوق يتجول في سوق مدينة وزان، كان برفقة زوجته. في أطراف السوق المكتظ بالمتسوقين الذين جاءوا من كل القرى القريبة من وزان، استرعت انتباه المقاول المراكشي طفلة كانت تنتقل من خيمة إلى خيمة، كانت تبكي وتبدو جائعة. اقترب منها، كانت في العام الخامس من عمرها، ذلك ما قدره الرجل. قدم لها طعاما، ولما هدأ روعها علم منها أنها تاهت عن أمها. قرر المقاول وزوجته أن يحاول مساعدة تلك الصغيرة علها تعثر على والدتها. جاب كل أرجاء السوق، حل المساء ولم يعثر على أثر لأم تلك الطفلة. بدأ المتسوقون يغادرون. في نهاية الأمر استقر رأي الزوجين على اصطحاب الطفلة معهما إلى مراكش. كانت زوجة المقاول قد وعدتها بأنها ستشتري لها ملابس جديدة وستدخلها المدرسة، في الحقيقة لم تخلف المرأة وعدها. التحقت الطفلة واسمها رشيدة بالمدرسة، تابعت دراستها حتى السنة الأولى الإعدادية. كان المقاول المراكشي لما يعود إلى البيت يحتضن رشيدة يداعبها، كانت ملامح أنوثتها قد ظهرت مبكرا وهي في العاشرة من العمر، ولم يكن في الأمر ما يثير الشك أو الشبهة. كانت رشيدة ترى أن الرجل في مقام والدها، وكانت زوجته ترى أن الفتاة منه بمنزلة البنت من والدها، ولكن التطورات التي ستأتي ستجعل كل الأطراف يغيرون رأيهم. ذات مساء، نحن الآن في العام 95-900، عاد المقاول سمير المعتوق إلى منزله متأخرا، كان سكرانا. كانت زوجته قد آوت إلى الفراش، وكانت رشيدة قد استسلمت للنوم في غرفتها. دخل يترنح، قادته خطواته إلى غرفة رشيدة، فتح الباب. كانت البنت ذات 15 ربيعا مستلقية على فراشها، كانت في ملابس خفيفة تشي بتفاصيل جسمها المكتنز. ظل واقفا بالباب ينظر، ثم في لحظة ما انقض عليها كما ينقض الذئب على الفريسة. استيقظت فزعة، لم تصدق. كانت تنظر إليه بعينين جاحظتين، وكان هو يضع كفه على فمها. في تلك الليلة اغتصبها الذي حسبته 10 سنين والدها. كرر الفعل ليالي أخرى. كانت مستسلمة، تعرف أن الاعتراض يعني الإلقاء بها إلى الشارع. كانت تخشى ذئاب الشارع، بينما كبير الذئاب يقاسمها المسكن والمأوى. في مساء من مساءات الصيف، هي الآن في 16 من عمرها، حدث الذي كانت تخشاه. فاجأتها تلك التي حسبتها أمها 10 سنين وهي في الفراش مع سمير. خيرته المرأة بين الاحتفاظ بمن وصفتها الأفعى أو أن يطلقها. كانت تعلم أنه لن يختار تطليقها، لأن حياته رهينة بأفضال أصهاره عليه. صمتت رشيدة، كانت تعلم لا فائدة من الكلام ولا محاولة تفسير الذي حدث. ألقي بها إلى الشارع، حيث الذئاب البشرية أكثر شراسة وفتكا. كانت فتاة غضة وجميلة، ولذلك تداولها رواد الهوى ليلة بعد ليلة. بمرور الشهور صارت من بنات الرصيف المعروفات في مراكش، اتخذت لنفسها اسما، سلوى الوزانية. كثيرا ما ألقت الشرطة عليها القبض وأدخلت السجن. في الحقيقة كانت كلما خرجت من السجن عادت إليه. كان عدوها اللدود رئيس فرقة الأخلاق في الشرطة. كان العميد عبد العزيز البري رجلا صارما حازما، لا يتساهل في ملاحقة الفتيات اللواتي تحترفن الرصيف، وقد أطلقن عليه لقب العميد المصيبة لصرامته وما ينتج عنها من اعتقالهن.
مرت الشهور، هي الآن ذكرى فيها الكثير من الألم تلك السنوات التي قضتها رشيدة في منزل المقاول المراكشي، ذكرى بعيدة. وبالرغم من معاناتها في الشارع وتقلبها بين أحضان الزبناء، فإن رشيدة لم تفقد الكثير من جمالها الطبيعي. هي الآن في العشرين، فتاة مكتملة الأنوثة ذات جاذبية خاصة. في تلك المرحلة من عمرها صارت تتفادى الشارع، كانت ربما تعي بقدر جمالها. صار زبناؤها من الطبقة الثرية، محليون وأجانب. تمكنت من أن تحصل على أموال هامة، ولكنها لم تنس العميد المصيبة. صارت لسلوى الوزانية الآن علاقات مع أناس يحتلون مراكز هامة، ولذلك اغتنمت الفرصة وسعت إلى نقل العميد المصيبة عن مراكش. بعد وقت لم يطل توصل العميد عبد العزيز البري بقرار تعيينه في آسفي. بعد بضع سنوات اشترت منزلا فاخرا في حي محترم في مراكش. لم يعد ظل العميد المصيبة يلاحق فتيات الرصيف. في آسفي كانت أيام العميد تمر رتيبة، وكانت الأعوام تتقدم به نحو سن التقاعد. صار يعاني من متاعب صحية، ولكن الذي كان له وقع مدمر عليه أنه فقد زوجته ورفيقة عمره. كان يعيش وحيدا بعد أن تزوجت ابنته وغادر ولده إلى الخارج للدراسة، ولذلك نراه طلب نقله إلى مراكش ولو دون أن تسند إليه مهام. كان يرغب في العودة إلى مدينته. تمت الاستجابة لطلبه، وتشاء الأقدار أن يتم تعيينه في الدائرة الأمنية حيث تسكن رشيدة المعروفة الآن بسلوى الوزانية. كان كثيرا ما يرمقها وهي تنزل من سيارتها الفارهة. كانت تستفزه أكثر حين تنتظر أن يفتح لها السائق الباب ويغلقه بعد أن تجلس في المقعد الخلفي، ولكن العميد لم يكن يجد سبيلا إلى تلك التي طالما لاحقها واعتقلها. كان يعلم أن أسابيع فقط تفصل بينه والإحالة على التقاعد. حل موسم الحج، وكان ضمن أفراد الشرطة الذين تم اختيارهم للتوجه إلى الديار المقدسة، وأوكلت إليه الإدارة العامة للأمن الوطني مهمة قيادة وفد الحجاج من أسرة الأمن الوطني. بقدر ما كان فرحا بهذا التكريم، بقدر ما كان حزنه عميقا لأن زوجته توفيت ولن تستطيع مرافقته لأداء مناسك الحج كما حلم بذلك معا. انهمك العميد في التحضير للرحلة التي يعتبرها رحلة العمر. كانت سلوى الوزانية قد استقرت في علاقتها على علاقة مع ثري سعودي، وقد دعاها قبل أيام إلى زيارته في مدينة جدة حيث يقيم. صادف موعد سفرها انطلاق أفواج الحجاج إلى الديار المقدسة. لم تكن المرأة تقيم وزنا كثيرا للظرف. ارتدت أفخر ثيابها، كانت ملابس تترك منفذا للعيون إلى بعض مفاتنها. كان المطار مكتظا بالحجاج، كان بياض الثياب التي يرتديها الحجاج يغلب كل الألوان. لما أذن بالإركاب كانت بألوان ثيابها نشازا وسط تلك الجموع المتشحة بالبياض. لم تكن تكترث، كانت وجهتها مطار جدة كما الحجاج. اقتعدت مكانها في الطائرة ومضت تتصفح مجلة المصورة. في لحظة ما نامت، لم تدري كم مر من الوقت، ولكنها استيقظت على صوت قائد الطائرة وهو يبلغ الحجاج بأن الرحلة بلغت ميقات الإحرام، وإنه يتعين على من لم يحرم بعد أن يقوم بذلك. فجأة علت الأصوات ملبية. كان للتلبية التي يكررها الحجاج دون ما توقف وقع في قرارة نفس رشيدة. تملكها شعور عجيب. لحظتها فقط وعت بأنها بلباسها والمكياج الذي كان يزين وجهها كانت نشازا في ذلك الجمع المحلق إلى الديار المقدسة. نهضت من مقعدها، طلبت من سيدة كانت في الصف المقابل أن تعطيها لباسا يسترها بالكامل. بعد لحظات جيء لها بما تطلبه،
أعطتها إحدى الحاجات جلبابا مغربيا أبيض وغطاء رأس أبيض. تخلصت من المكياج، صارت امرأة أخرى، اندمجت في السرب الأبيض. حطت الطائرة بمطار جدة، ما أن توقفت حتى سمعت مناديا يناديها: المرجو من السيدة سلوى الوزانية أن تتقدم إلى الباب. كانت أول من نزل. عند أسفل السلم كانت تنتظرها سيارة فارهة، ركبت وقادها السائق إلى الفندق. ما أن دخلت غرفتها حتى استلقت على الفراش، كانت الرحلة طويلة. نامت، رأت في المنام رجلا كذلك حسبته يحمل في يده اليمنى سراجا ينبعث منه نور يضيء المدى، وفي يده اليسرى مشعل يخرج منه شعاع حارق يخترق كل الأجسام التي يصادفها. رأت أيضا كائنا لم تتبين ملامحه، كان يعاتبها على ما أغرقت فيه من فساد. أفاقت وقد أصابها خوف شديد. رأت أن ما حلمت به خياران أمامها، طريقان: أن تتراجع وتتوب، أو أن تتمادى في نهج طريق الفساد. كذلك فكرت، وبلا تردد حزمت حقيبتها ونزلت. استقلت سيارة أجرة من باب الفندق وأخذت وجهة مكة المكرمة. قصدت الميقات، اغتسلت وتوضأت وخرجت قاصدة إلى بيت الله الحرام. بعد أن طافت بالكعبة وشربت من ماء زمزم، توجهت إلى السعي بين الصفا والمروة. تذكر أنها كانت في الشوط السادس من سعيها لما رأت، ولم تكد تصدق نفسها، رأت عميد الشرطة الذي طالما لاحقها في شوارع مراكش. لم تتمالك نفسها، توقفت عنده وقالت: أأنت هنا أيها العميد المصيبة؟ رفع بصره، تذكرها وقال: وأنت؟ قالت: أنا مثلك في ضيافة الرحمن، وما يدريك أن يكون الله هداني قبل أن يهديك وغفر لي وتقبل توبتي. بعد أن أكمل السعي بين الصفا والمروة طلبت منه الرفقة لقضاء ما بقي من مناسك. قبل بعد أن استشار رفاقه. بعد أن قضيت مناسك الحج، توجه وفد رجال الشرطة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت رشيدة ضمن الوفد. تغيرت نظرة العميد عبد العزيز البري إلى سلوى الوزانية، كان مسرورا بتوبتها. ذات لحظة أسرت له بكل الذي حدث لها منذ أن حطت الطائرة في مطار جدة. في طريق العودة طلبت منه أن يساعدها في تصريف ما كان لديها من مال حصلت عليه عن طريق البغاء. كان شرطه أن تبقى في كنفه بالكيفية التي تراها. ردت بخجل أنها تقبل به زوجاً.